لقمة عيشنا أهم من خلافاتكم السياسية. بهذه الكلمات يصرخ موظفو التربية في محافظة السليمانية معبرين عن معاناتهم المتفاقمة بسبب استمرار قطع الرواتب عنهم. أكثر من 50,000 مدرس ومعلم مضربون عن العمل، ينتشرون في شوارع السليمانية وينادون بأبسط حق لهم، قالوا إن الخلافات السياسية وراء ضياعه. نطالب الحكومة في بغداد بصرف رواتبنا كما وعدتنا وبأقرب وقت، لأن أوضاعنا صعبة للغاية ووصلنا حد الجوع والعوز، ولا نملك النقود ومدينون ولا نملك شيئا لنعيش به. أزمة مالية عمرها أكثر من سنتين عكست وضعا لا يحسد عليه موظفو السليمانية الذين لم يعد بإمكانهم تأمين أجرة النقل من وإلى أماكن عملهم. لم نستطع أن نواصل العمل لأننا لا نملك المال، وهو أمر سيء ومحزن. الحكومة لم تستجب لمطالبنا بدفع رواتبنا وحقوقنا رغم الاحتجاج والتظاهر السلمي. وضع الطلاب والتلاميذ لم يختلف في سوءه عن وضع المدرسين، فأكثر من 500 مدرسة أغلقت منذ أكثر من شهر بحسب أرقام اتحاد المعلمين في كردستان العراق، وهو ما أجبر أكثر من 700,000 طالب على الجلوس في منازلهم وانتظار مصير مجهول. ويؤكد عطا محمد نائب رئيس اتحاد المعلمين في كردستان العراق أن مناشدات الاتحاد للحكومتين في بغداد وأربيل لصرف الرواتب المتوقفة منذ أشهر لم تلقى آذانا مصغية. مع كل الجهود التي بذلتها اتحاد معلمي كردستان وكذلك المعلمين في الشوارع بمظاهرات وغيرها من الوسائل المدنية، ولكن هنا حتى الآن لم يستجيب حكومة الأقليم ولا حكومة المركز بصرف الرواتب. وكان مجلس محافظة السليمانية قد دعا العبادي إلى تنفيذ وعوده بشأن صرف رواتب الموظفين والفلاحين في كردستان العراق، والتي عادة ما يطلقها الأخير في مؤتمراته الصحفية الأسبوعية.